يا بنتي ما تيجي نروح لخالي احسن. انت ايه اللي مضايقك بس؟ ما ادينا بنتمشى اهو، ادينا بنشوف البلد. ما تعرفيش يمكن نيجي نعيش هنا ولا حاجه. نعيش هنا؟ انت مجنونه؟ خلاص هنسيب حالنا ومالنا في مصر؟ بعدين خلي بالك احنا في كارثه اول ما نرجع مصر. عزت بيقول لي الدنيا مقفله خالص، البنك مفيش اي كلام او تفاوض معاه. لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي. انت عارفه ان عزت ده ترعى راجل قوي؟ طبعا انا عارفه، انا عمري اختار غلط، مش زي العبيطه التانيه اللي بتجري ورا المظاهر. يا اختي مبقاش حد عارف مين العبيط ومين الناصح دلوقتي، اسكتي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زينب، اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. امال فين اختك الثالثه؟ اسمها على ما اظن. تقصدي ريتال؟ ايوه ريتال. كويس. قلبي عندكم، اتفضلوا. لا متشكرين، ربنا يخليكي. متشكرين ده ايه؟ والله العظيم لازم تدخلي. لا خليها مره تانية، اصل احنا بنتمشى يعني بنشوف البلد، ده عمرنا ما جينا قبل كده. طب تعالوا نشرب الشاي وانا هوريكم البلد من شرقها لغربها. تعالوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اقول ايه؟ البيت نور والله. ربنا يخليكي، منور باهله. شكرا. اهلا اهلا، والله العظيم البيت نور. اقول ايه؟ زرنا النبي؟ تفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الله، ما تقعدوا مكسوفين ولا ايه؟ تشربوا ايه؟ عندي كل حاجه تخطر في بالكم. لا خالص، ملوش لزوم، ما تتعبيش نفسك. نسكافيه صح؟ يا ريت. ولا اقول لك انا هعمل لك قهوه، انا عندي بن، انما ايه ما تقوليش لعدوك عليه، وانا احسن واحده تعمل قهوه في مصر كلها. لا خلاص بقى، يعني لو على قهوه يبقى اشرب معاكوا فنجان قهوه. بصراحه الواحد ما شربش ولا فنجان عليه القيمه من ساعه ما جه. ايوه كده، قولي على نفسك فيه. تعرفوا انا مبسوطه قوي عشان شفتكم. احنا لازم نبقوا صحاب ولازم نتكلم. طبعا اكيد. احنا ما نعرفوش بعض، بس يعني بحسابات صغيره كده ممكن نطلعوا قرايب. قرايب؟ ايوه. امال ايه؟ اصل البلد هنا كلها مشبكه ببعضها، واحده هنا خمس بطون وكل بطن منفذ على الثاني، يعني تلاقيهم قرايب عدايل، ده متجوز من دي كده يعني. طب واحنا بقى قرايب من اني ناحيه؟ من ناحيه امك، ستها الكبيره اللي هي ام امها، تبقى جدة امي. طب والله برافو عليكي، دي عارفه تسلسل العيله من ناحيه الام. ايوه امال ايه؟ والاب كمان، هو الواحد ينسى اصله ولا ايه؟ ما شاء الله بيتك جميل. وانت جميله. اهلا اهلا. تفضل. شكرا. قولي لي رايك. لا تسلم ايدك. حلوه قوي يا بنت اللذينه. اصل عندنا هنا بنقول ان الست تتعرف من قهوتها. وهو انت بقى متجوزه؟ كنت متطلقه؟ مش قصدي ايه. لا ارمله. هو انت عايشه لوحدك ولا ايه؟ ليه انت ما خلفتيش؟ شفت. سيبيها تقول براحتها، انا ما بزعلش من الحاجات دي. لا ما خلفتش. انا اسفه، معلش، حقك عليا. اصل شهد كده طول عمرها بتفضل ترمي كلام زي الدبش، ما بتبقاش عارفه هي بتقول ايه. وانتوا؟ لا احنا ما اتجوزناش قبل كده ولا متجوزين. احسن. ليه؟ هو الجواز وحش قوي كده؟ ومن قالك ده؟ الفراق هو العفش. لما تعيشي مع حد وتقربي منه ويبقى انت وهو نفس واحد ويروح منك، بتحسي ان الدنيا دي عباره عن اوضه ضلمه، مهما دخلها نور شمس ما تنورش. هو انت كنت بتحبيه؟ لا، الحكايه دي عايزه قاعده وسهرايه، احنا نقوم نفرجك على البلد. يلا يلا.
دقيقة واحدة بس. الست دي مش مريحة خالص. ليه بس كده؟ معرفش قلبي كده مرتاح لهاش، وعمالة تبص لنا تبص لنا زي ما يكون عمرها ما شافت بني آدمين قبل كده ولا إيه؟ لا عادي، هما كده هنا علشان بس احنا من القاهرة، بيبقوا دايما متخيلين ان احنا من كوكب تاني مثلا. لا لا مش مريحة برضو. تعمل ايه؟ بعمل زيك، بجلدك. هما مش بيقولك ده بردك عنديكم يا مرات عمي ولا ايه؟ يعني مش فاهمة. يعني انتي كنتي بتتصنطي على الأبواب وأنا بفتش في الإدراك. خالصين واحدة بواحدة. الظاهر ان الموضوع ده كده يعني وراثة في العيلة. تلاقينا كلنا كده بندور ورا بعض. انت بنت جليلة أدب. وعرفت منين؟ انت تعرفي ان انا دونا عن اخواتي البنات كلها اللي معروف عني ان انا ما تربيتش. اصل انا ابويا الله يرحمه وهو بيربي اخواتي البنات كنت انا نايمة فما لحقش يربيني. حياة امك؟ وحياة امي وامك. لو انت ما كنتش لقيت اللي يربيكي انا هربيك يا ريتال. طب وريني وريني يا جبريه هتعملي ايه؟ ده عشان تعرفي مقامك ومقام امك. وده عشان تعرفي كيف تتكلمي مع اسيادك. انت بتمد ايدك عليا؟ انت بتزعقوا ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ريتال؟ ضربت لي بالقلم يا ماما. شرطت الضرب بطنك يا بعيده. قليله ادب تتكلم معايا. عفش عفش؟ هو في اعفش منك يا ولية؟ ده احنا من ساعة ما جينا هنا وانت بتتكلمي عفش وبتتعاملي عفش. انت عايزة ايه؟ اياك بتجري حسسني انك رايح تتجوز يا اسحاق، مش تجيب مراتك القديمه. اصلا انا ما عاوزهاش تحس اني اتغيرت او في حاجه نقصت عن الاول. انت قلقان من مقابلتها؟ لا مش قلقان بس. لا قلقان قلقان وخايف منها. اخاف من ايه بس يا عبد الحكيم؟ انت ما فهمش حاجه. لا انا فاهم كل حاجه. طالما انها جت يبقى جاي عشان في حاجه في دماغها. عاوز الحقيقه؟ ايوه. انا بمني نفسي انها تكون اتغيرت. عاوزها تقعد معاي هي والعيال. نفسي اعيش اللي جاي وسط عيله يا عبد الحكيم. مجيتها مش سهله. ايوه. اوعى تفتكر انها جايه عشان سواد عيونك. انا عارف اللي في دماغها. ايه هو؟ هقول لك. فلست. بعد ما كلمتني وقلت لك على اللي دار بيني وبينها قلت اتطقص واسال عليها، فعرفت انها خسرت كل فلوسها، حتى المحل اللي كانت بتبيع وتشتري فيه راح هو كمان. يعني مش جايه عشان بتحبها، جايه عشان مصلحتها.
ايوه تبقى غلطان، انا لو منك ما قابلهاش. انا بقول يمكن لما تيجي وتقعدي معاي كلمة حلوة منها على كلمة حلوة مني نرجع اللي فات وجاهز تتغير. فيش حاجة بتتغير، اللي فيه داق ما بيبطلوش. هحاول. حاول يمكن تجيب مجموعة وتنجح. سلام. أصب لك بقى كوباية شاي، إنما إيه؟ سكر خفيف. سكر خفيف. حبيبي الغالي، وأنا ليا غيرك. طيب أستأذنكم أنا، وإن احتجتوا حاجة ابقى قول يا محروس. عايزاك. وانا والله انا مش بهزر. يوه، وانا يعني اللي بهزر؟ روحي نتقابلوا في البيت نتكلموا براحتنا. لا مش هينفع، انا عايزك دلوقك هنا. ما ينفعش الناس تشوفنا يقولوا ايه؟ ناس مين؟ انت بمزاجك ولا ايه؟ مرة تقولي الناس مش هماك، مرة تقولي لازم ناخد بالنا. هو في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايطة كده ليه؟